أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إطلاق 16 قافلة سلام حول العالم لنشر ثقافة السلام وتصحيح المفاهيم المغلوطة بعنوان كل شعوب العالم نظراء في الإنسانية. وأكد شيخ الأزهر في كلمته إلى العالم خلال اجتماع مجلس حكماء المسلمين أن الإرهاب لا دين له ولا هوية، وأضاف أنه من الظلم البين والتحيز الفاضح نسبة ما يحدث الآن من جرائم التفجير والتدمير إلى الإسلام، مشيرا إلى أن ارتكاب جريمة حرق المصحف وحرق بيوت الله هي أفعال إرهابية بكل المقاييس. في الحكماء وفي الأزهر الشريف إذ نواسي أسر الضحايا في أوروبا وإفريقيا ونشاطرهم الأسى والألم، فإننا ننتظر من الجميع وعلى رأسهم المفكرون والمثقفون والسياسيون ورجال الأديان ألا يصرفهم هول هذه الصدمات عن واجب الإنصاف والموضوعية ووضع الأمور في موضعها الصحيح فيما يتعلق بالفصل التام بين الإسلام ومبادئه وثقافته وحضارته، وبين قلة قليلة لا تمثل رقما واحدا صحيحا بالنسبة إلى مجموع المسلمين المسالمين المنفتحين على الناس في كل ربوع الدنيا. وقد مررنا نحن المسلمين ولا زلنا نمر بأضعاف أضعاف هذه الهجمات الإرهابية التي شنتها علينا جيوش وعصابات اتخذت من الأديان رداء وستارا، وسالت منا دماء لم تتوقف حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم، ولم يحدث أبدا أن اختلط الأمر في أذهان المسلمين بين هذه الجرائم وبين الأديان التي ارتكبت باسمها هذه الجرائم. وعلى الذين أقدموا على ارتكاب جريمة حرق المصحف وحرق بيوت الله في الغرب أن يعلموا أن هذه الأفعال هي الأخرى إرهاب بكل المقاييس، بل هي وقود للفكر الإرهابي الذي نعاني منه. فلا تردوا على الإرهاب بإرهاب مماثل، وليس من المنتظر أبدا ممن يزعمون التحضر والتقدم إهانة مقدسات الآخرين على مرأى ومسمع من الناس. علينا أن نسير في اتجاه التصدي للفكر الإرهابي بكافة صوره وأشكاله، ودعوة النخب العربية والإسلامية كل في مجال تخصصه لتجفيف ينابيع هذا الفكر من خلال منظومة متكاملة تشمل التعليم والثقافة والشباب والإعلام وخطاب ديني معبر عن حقيقة الإسلام وشريعته. وثالثا، في محاربة ثقافة الكراهية والحقد ونشر ثقافة الأخوة والمودة والزمالة العالمية التي دعا إليها شيخ الأزهر الأستاذ محمد مصطفى المراغي في رسالة مشهورة بعث بها إلى مؤتمر علماء الأديان الذي عقد في لندن عام 1936 من القرن الماضي. وفي هذا المقام يطيب لي أن أوجه الشكر لشابات وشباب علماء الأزهر الذين قادوا قوافل السلام التي بعث بها مجلس الحكماء إلى 11 عاصمة من عواصم أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا.